Merda. Tá na goia. البرص المصري يغزو إسرائيل. عنوان كبير تداولته مؤخرا منابر إعلامية كثيرة بالخصوص من الجانب الإسرائيلي، فما بين الترهيب والتخويف والمبالغة، ما سبب كل هذه الضجة الإعلامية؟ وهل البرص المصري بالفعل مخيف كما يروج له الإعلام في إسرائيل؟ تابعونا. مرحبا بكم على قناتكم Arabic Geographic. حذرت السلطات الإسرائيلية مؤخرا من غزو البرص المصري لأراضيها، حيث عبرت السلطات الإسرائيلية من تخوفها من البرص المصري لقدرته الكبيرة على التسبب في أضرار جسيمة لأي نظام بيئي، وتشكيله خطراً محتملاً على أي كائن أصغر منه يعيش في موطنه. وذلك بعد أن أطلق باحثون وعلماء إسرائيليون تحذيراتاً جادة من انتشار البرص المصري في بلادهم. وقد كانت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية أول منبر إعلامي يتحدث عن الأمر. بعدها أطلقت هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية نداءات تحذيرية من التهديد الكبير الذي سوف يشكله ظهور البرص المصري في جنوب إسرائيل، حيث أكدت هذه الهيئة على أن البرص المصري هو من الأنواع العدوانية، وما يزيد من بشاعته وخطورته أنه يتبول على الأطعمة، بما يشكل تهديداً حقيقياً على صحة المواطنين وعلى النظام البيئي بصفة عامة. وإلى حدود إنجاز هذا التقرير، لا تزال أصوات العلماء الإسرائيليين تتعالى، محذرين من الخطورة التي قد يشكلها هذا الحيوان الزاحف الذي، وإلى حدود إنجاز هذا الفيديو، لا زال غير معروف كيف انتقل بالضبط من موطنه الأصلي مصر إلى منطقة وادي عربة جنوب إسرائيل، حيث بدأ بالانتشار فيها والتكاثر بسرعة كبيرة، والأخطر من ذلك هو التهامه للمحاصيل الزراعية بحسب التقارير الإسرائيلية. ودائماً بحسب الباحثين الإسرائيليين، فإن البرص المصري يهدد انتشاره النظام البيئي في البلاد، وسبب خطورتها راجع بالأساس إلى قدرتها الكبيرة على التهام أي شيء قد تصادفه، بما في ذلك بعض الأنواع من الطيور الصغيرة، كما أنها شديدة المقاومة، مما قد يحدث أضراراً بليغة بالنظام البيئي. وما يزيد من خطورتها أنها شديدة العدوانية، فهي تعض بقوة وتتكاثر في دورات حياة سريعة للغاية. ودائماً بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن أحد الباحثين الإسرائيليين، فإن البرص المصري تفوق على جميع أنواع الأبراص المحلية التي تراجعت أعدادها كثيراً منذ غزو البرص المصري، مما يرجح فرضية أنها أكلتها. فمنذ اكتشافه قرب محمية طبيعية كانت تضم عدداً من الزواحف المحلية، وهو يشكل تهديداً كبيراً خاصة بالنسبة للمحاصيل الزراعية. ولمواجهة هذا التكاثر السريع للبرص المصري، تعمل السلطات الإسرائيلية بحزم، مسخرة كل جهودها لأجل السيطرة على هذه الظاهرة، حيث دعت سكان وادي عربة لمساعدتها في تحديد مكان الأبراص والسحال المصرية، بحيث تمت دعوة المواطنين إلى تصوير المناطق التي يكثر فيها ومشاركة الفيديوهات مع السلطات المختصة. في مقابل ذلك، ومن الجانب المصري، جاء رد وزارة الزراعة المصرية صريحاً، حيث أكدت بأن البرص المصري والذي ينتمي إلى فصيلة الزواحف لم يسبق له أن سبب أي مشاكل في مصر، وبخاصة تلك التي يتحدث عنها الإسرائيليون، بل أكثر من ذلك. ودائماً بحسب الجانب المصري، فإن البرص هو صديق جيد للبيئة، فهو يتغذى على النمل والحشرات المضرة فقط. في مقابل ذلك، هو لا يتغذى بتاتاً على النباتات، وبالتالي فهو لا يمكن أن يلحق أي أضرار بالقطاع الزراعي، كما يروج إلى ذلك الجانب الإسرائيلي.
كما نفى عدد من الباحثين المصريين ما يتم تداوله بشأن قدرة البورصة المصري على الانتقال لمسافات طويلة، وأنه يتكاثر بالمعدل الطبيعي، على عكس المتداول من أنه يتكاثر بشكل كبير وأرقام مخيفة. وأنت عزيزي المشاهد، ما رأيك بالرواية الإسرائيلية عن البورصة المصري؟ ختاماً، نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد لاقت استحسانكم وأنها كانت مفيدة لكم. إذا كنتم قد استفدتم منها فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب، وإذا كنتم لازلتم لم تشتركوا في القناة اضغطوا على زر الاشتراك حتى يصلكم كل جديد. إذا كنتم ترغبون في أن نتحدث عن موضوعات معينة في حلقاتنا القادمة اكتبوا لنا في تعليق. دمتم في رعاية الله.